هذه النشرة، الجميل يدعو من بكركي لإعادة تجميع فريق الرابع عشر من أذار. نحن الآن بأمس الحاجة، بأمس الحاجة إلى تجميع كل تلك القوى. وهاب للجديد، الحريري أبلغ بري بقبوله عون رئيسا. رئيس بري مازح وكذا، ما بتعملها، خلوا بدي أعملها. يحثوا أكثر يعني. كمال الشيوعي يحضن تراب الجنوب. كيري ولافروف يجتمعان على سوريا في جنيف. أهلا بكم. في أوج التعطيل السياسي المتمدد في البلاد وفي جو الانتحار الذي نعيشه بسبب التعطيل، لم يرى الرئيس أمين الجميل خلاصا من الأزمة الراهنة إلا بإعادة تجميع الفريق السيادي، أي فريق الرابع عشر من أذار بحسب ما طرح من بكركي. فالفريق مشرذم، وهذا سبب الخلل وعدم التمكن من انتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه. أما الهدف من هذا الطرح كما قال فهو إعادة التوازن في وجه الفريق الذي يتناقض مع مفهومنا للسيادة. وفي المستجدات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي الشائك، كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر الجديد أن الرئيس نبيه بري تبلغ من الرئيس سعد الحريري قبل سفره بأنه سيمشي بالعماد عون رئيسا للجمهورية بعد عودته من الخارج. ومن مفاجآت وهاب ما طرحه عن صفقة حول معمل الإسمنت في عين دارة بين النائب وليد جنبلاط وبيير فتوش رفضها الأخير، فقامت قيامة جنبلاط على معمل الموت. في طرابلس ينفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في ساحة عبد الحميد كرامي ومتفرعاتها، تزامنا مع بدء التظاهرة التي دعت إليها هيئة العلماء المسلمين للمطالبة بطرد السفير السوري علي عبد الكريم علي، احتجاجا على تورط ضابطين من المخابرات السورية بتفجير مسجدي السلام والتقوى. ولفت النائب خالد الظاهر في خلال مشاركته في التظاهرة إلى أن هذه الجريمة لا تخص السنة فقط، بل هي جريمة ضد المسلمين والمسيحيين والإنسانية، وقال سنعمل عبر المحاكم المحلية والدولية لمحاكمة المجرمين، داعيا إلى مقاطعة النظام السوري. الرئيس أمين الجميل يهب من بكركي لإعادة بث الحياة في الجسم الميت لقوى الرابع عشر من أذار. وسط التعطيل والفراغ المؤسساتي الحاصل، اختار الرئيس أمين الجميل بكركي من موقعها الروحي الماروني المؤثر، طارحا مشروع إعادة إحياء جميع صفوف الفريق السيادي بحسب تعبيره حول خطة عمل وورقة واضحة بهدف إعادة التوازن في وجه فريق يتناقض مع مفهوم فريقه للسيادة. الفريق هذا مشرزم، وهذا سبب الخلل الموجود وسبب عدم إمكان لبنان من أنه ينتشل من هالمستنقع اللي عم يتخبط فيه. وعم نتساءل هل ربما ما آن الأوان يرجع يتجمع هالفريق، سميه البتكونية، أكان أرد شهوان، فريق أرد شهوان أو فريق البريستول أو 14 أدار، تحت أي تسمية، إنما الفريق اللي ضحى في سبيل سيادة الوطن. نحن الآن بأمس الحاجة، بأمس الحاجة إلى تجميع كل تلك القوى وتنظيمها وتتضامن مع بعضها البعض حول ورقة واضحة، حول أهداف واضحة وخطة عمل. ومرة جديدة صوب الرئيس الجميل على حزب الله منتقدا تدخله العسكري في سوريا وما وصفه بالضغط على لبنان عبر إقحامه في معارك أكبر منه وبمصالح أبعد منه، معتبرا أن ما يعيق الانتخابات الرئاسية ليس ترشيح أي شخص، إنما الضغط الكبير من جراء البعد الاستراتيجي المتداخل مع الجانب المحلي. كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من برنامج الحدث عن قبول الرئيس سعد الحريري بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية.
أنا بعتقد إنه ممكن يبين شيء. هو على كل حال بلغوا للرئيس بري قبل ما السفر. شو بلغوا؟ لمعلوماتك يعني. يلا هات شو بلغوا للرئيس بري أخروا البريك. بلغوا إنه رح يمشي بالعماد مشيران، راح لعنده وقال له ما في خيارات، هاي الخيارات المطروحة. حلو. وأنا بدي أمشي بالعماد عون. هلا طبعا الرئيس بري مازح وكذا ما بتعملها. خلوا بدي أعملها. يحثوا أكثر يعني على لا الموضوع. لا مش إنه أنا رأيي بري والنتيجة الرئيس بري يعني بس تصير جدية بيلتقي الرئيس بري هو والعماد عون عند السيد حسن وبتنحل يعني هذه الإشكالات السطحية بيناتهم، ما في إشكال بالعمق يعني. يعني ممكن كتير جلسة هو قال له أنا غايب شهر أنا غايب شهر وراجع بس رح أخذ قرار، وأنا بأكد وبشد عقيده للرئيس سعد الحريري وأنا بقول له بيكون هذا القرار قرار إنقاذي منك وقرار إنقاذي بمصلحتك وبحسابك وما حدا رح ينسى لك إيه وللبلد لأنه ما بقى نحمل قرار أكثر من هيك. ما حدا بيحمل مثل ما أنا أنت عم نقول نحن عم نقول لك ما بقى بيحمل البلد، القرار الإنقاذي بيدك، ما بينقصك الجرأة وأنت ابن رفيق الحريري بأن تتخذ هذا القرار. ومن برنامج الحدث أيضا كشف وهاب الرواية الكاملة لمعمل الموت في عين دارة. أخونا وحبيبنا الوزير جنبلاط بيبعت ورا بيير فتوش مثل ما هي عم خبرك يا بيحكي شخص اسمه طلعت اللحام مدير بمعمل سبلين بيقول له يا بيير وليد بايك معاوزك، بيروح لعنده بيير بيقول له يا بيير بدي حصة بالمعمل وبدك تحط لي ترابة سبلين بكياس لمعملك تيصيروا يفوتوا على سوريا. وبس رفض بيير فتوش صار المصنع مصنع موت. يا أخي أنا موافق معك مصنع موت، طيب بسبلين وبشكة مصانع للحياة والمصنع اللي بعيد 30 كيلو متر عن عين دارة مصنع للموت. يا أخي إذا مصانع موت خلينا نسكر الثلاثة الأربعة المصانع، وإذا مصنع حياة ترك 3000 فرصة عمل فوق للناس بالجرد وبالمتن وبالبقاع خليها تاكل وتشرب الناس. فتشت أكثر بوزارة الصناعة وكان حسين الحاج حسن كتير دقيق على فكرة بموضوع المصنع وطلب أفضل المعايير والبيئة نفس القصة. طلع إنه هذا الزلمة فوق واللي أنا حملت عليه ذيك المرة بخلافه مع الدولة، طلع هالزلمة فوق إيه بيقول له وليد بايك يعني الله يطولنا بعمره بيقول له إنه إيه لك أنا رح دز جماعة عين دار عليك بس رفض الشراكة. قال له أنا ما بشارك حدا وما بسترجي ألعب مع السوريين هاللعبة شو بدي بالشغل خي عم تفوتني فيها. طبعا طلع كم واحد تظاهر وكذا مش عارفين بالاخر يعني مش عارفين انه هذا التسويات والجبل عم ينقص. طب هي الجبل اللي عم ينقص انت وطالع عشتوره شايفتي صار في نص جبل، طب مين اني هاو؟ ليه ما حدا عم يحكي عنه؟ مين اني؟ تعرفهم؟ اسالي وليد بايك مين اني؟ الحزب الشيوعي يشيع بعد قليل المناضل كمال البقاعي في بلدته إبل السقي، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة آلين حلاق لنقل أجواء التشييع. تفضلي آلين. نعم كاترين، كما قلت بعد قليل تشيع إبل السقي القائد الكبير المعلم كمال البقاعي كما كان لقبه عندما كان قائدا لعمليات كثيرة وكبيرة سواء في البقاع الغربي أو في حزبية أو في مرجعيون ضد العدو الإسرائيلي الذي ناهضه طوال سنوات عمره وقومه ونضله، وهو كان أيضا العقل المدبر للكثير من هذه العمليات الاستشهادية التي قامت بها
فيها مثلا لولا عبود وأيضا جمال ساطي وغيرهم الكثير من هؤلاء المناضلين المقاومين الذين ساهموا في تحرير أرض الجنوب من العدو الإسرائيلي. وهنالك أيضا معنا رجل وهو الرجل الثاني بعد المعلم كمال البقاعي وكان يلقب بالحاج، وهو قد نفذ معه شخصيا 1774 عملية عدا عن تلك العمليات التي كان كمال البقاعي قد نفذها. سنتحدث قليلا مع الحاج، طبعا لن نستطيع أن نظهر وجهه لأنه ما زال في المقاومة في جبهة المقاومة الوطنية. جمول حاج، خبرنا تحديدا عن عملية أبو النور، طبعا هنالك 1774 عملية، ولكن عملية الضابط الإسرائيلي أبو النور كيف حصلت باختصار؟ للرفيق كمال الباعي. الرفيق كمال كان إنسان قيادي بكل معنى الكلمة، وكان اسمه المعلم لأنه كان يعطينا دروس بالمقاومة الوطنية، عشان هيك سميناه المعلم. كيف نفذ المعلم عملية أبو النور؟ نفذ المعلم عملية أبو النور، طلعوا الشباب على منطقة البقاع ومنطقة سعد نايل، التقى فيهم وقعدوا وياهم، كان هو قاعد ورا الستار وهن قاعدين بالميل الثاني، وقعد شرع عن تفاصيل العملية كيف بدها تكون. ومن بعد منها توجهوا الشباب من البقاع عبر جبل الباروك على منطقة مجدل بلهيس. منطقة مجدل بلهيس صار الكمين هونيكي، كان عندنا أحد الرفاق موجود جوا بالداخل بمنطقة مجدل بلهيس، استدعينا الضابط أبو النور من موقعه بمنطقة بعلول بمعسكر بعلول، هو كان مركزه هونيك، استدعيناه بواسطة هذا الرفيق اللي عمل هالإنجاز على منطقة مجدل بلهيس. وعند ما وصل لمنطقة مجدل بلهيس كانوا الشباب قاعدين بأول مجدل بلهيس على الكواع، ندهوا عليه لحتى يسلم حاله، لحتى لو يسلم حاله بدنا ننقله على البقاع، كنا لأنه ما سلم حاله تم الإعدام بواسطة الشباب دغري بالأسلحة على، وتم تنفيذ الإعدام فيه. شكرا لك. إذن كاترين، هذا جزء بسيط مما كان يقوم به المعلم الذي تودعه إبل الصقي اليوم والحزب الشيوعي اللبناني وكل عائلته وأقاربه. طبعا سنوافيكم بأي تفاصيل لاحقة عن التشييع الذي سيتم في التمام الرابعة اليوم. شكرا لك يا ألين. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد مرافقي الوزير السابق وئام وهاب، وهو من آل أبو دياب، على خلفية تفجير مجدل عنجر. وأوضح وهاب في اتصال هاتفي أن الموقوف ليس من مرافقيه بل من المنتمين إلى حزب التوحيد، وهو قد يكون مندفعا بشكل شخصي، ولكن الفتنة بدأت باللافتات التي علقت في مجدل عنجر، وقال إن تسريب الخبر هدفه الإساءة. تدشين مركز للتوقيف الاحتياطي في الأمن العام يتميز بفرادته بين المراكز النظيرة ويراعي المعايير الدولية بلمسات إنسانية. مرحلة جديدة من التعاطي مع الموقوفين تراعي المعايير الدولية، أعلنها اللواء عباس إبراهيم خلال تدشين المبنى الجديد لمركز التوقيف الاحتياطي. مرحلة تحفظ الحقوق وتضيف اللمسات الإنسانية خلال وجودهم المؤقت، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والعدلية للبت في ملفاتهم. إن الأمن في زمننا المعاصر لم يعد يتوسل العنف والشدة، بل أصبح ثقافة يتعين على كل الأجهزة اتباعها من خلال القراءة الجدية للأحداث ورصد حركة المجتمع واستباق الحالات المريبة التي تفضي إلى فتن تدمر الوطن والمجتمع والإنسان وتقوض أساساتهم، وغالباً ما يكون الإنسان هو ضحيتها الأولى. مركز مجهز بأحدث الوسائل والتقنيات يتولاه ضباط وعناصر مؤهلون ومدربون ليكونوا رعاة صالحين للموقوفين في ظل ظروف صعبة تعيشها المنطقة، حيث لا يوجد فيها اعتراف بحقوق الإنسان. بالوقت اللي الحديث فيه عن ضعف الدولة اللبنانية وعن مشاكلها وعن أزمتها السياسية الكبرى، عم نيجي نقدم نموذج مختلف عن المنطقة ومختلف عن صورة الدولة اللبنانية بالأيام الصعبة اللي عم نيجي. عم نيجي نقول إنه نحن بهذه الظروف الصعبة وبمن المنطقة اللي ما فيها أي اعتراف بحقوق الإنسان،
عم نجي نقدم بالأمن العام نموذج لبناني نقول فيه إنه كرامة الإنسان غير اللبناني تحديدا محفوظة، حق وحقوق القانونية حاصل عليها، الجانب الإنساني مراعى. هذا النهج الجديد في ملاحقة قضايا العمالة الأجنبية مقرون بروح التفاهم والتسامح مع احترام الضوابط الناظمة، يسجل إنجازا جديدا للأمن العام في فترة وجيزة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد الإعلان اعتصام طبي احتجاجا على خطف الشل. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الأخير لم يعد مهتما وسيترك الأمور تأخذ مداها، وإذا كان التيار الوطني الحر يريد التصعيد فليصعد. وأضافت مصادر رئيس المجلس لصحيفة الأخبار: صحيح أن بري يدعم الرئيس سعد الحريري، لكنه يرى أن الحكومة من مسؤوليته ولن يقود حربا نيابة عنه. الرئيس بري لن يكون ملكيا أكثر من الملك، هذه معركة تيار المستقبل وعليه هو أن يتحمل المسؤولية. وقالت: لا شك أن تيار المستقبل يشعر بالارتباك وعليه أن يعمل هو على حل الأزمة. في السرايا الكبيرة التقى رئيس الحكومة تمام سلام صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم، وتناول البحث الأوضاع الراهنة. كما استقبل سلام المدعية العامة التمييزي القاضي سمير حمود ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ. 3 أيام على خطف الطبيب صالح الشل في الرياق، وإدارة المستشفى تهدد بالتصعيد في حال عدم إطلاق سراحه. بعد خطف الدكتور صالح الشل من أمام بستانه قبل أيام قليلة، نفذت الهيئة الإدارية والطاقم الطبي في مستشفى رياق زحلة اعتصاما أمام باحة المستشفى للمطالبة بإطلاق سراحه. وألقت الطبيبة ناتالي الشل ابنة الطبيب المخطوف كلمة قالت فيها أن العائلة لم يصلها أي خبر أو اتصال يتناول مصير والدها. هيدا الشيء منو أول مرة بيصير بمنطقتنا، هيدا الشيء عم بيتكرر، وإذا هلا موقفنا وقفة منيحة رح يرجع يتكرر مع كل واحد منا، مش بس مع الأطباء، مع حيالله حدا صالح مهذب منه أزعر. فإذا بتريدوا بدنا نحط بقى، خلينا كلنا مع بعضنا وقف لهيد المهزلة، لهيد الفلتين الأمن اللي صاير بالبقاع وبكل لبنان بس خاصة بالبقاع. وبدي إياكم كلكم ضلكم معنا للآخر لحتى يجي لعنا البابا، وبدي أقول للبابا نحن كلنا ناطرينك. وألقى الطبيب علي عبدالله كلمة باسم الإدارة وجسم الطبي مهددا بتنفيذ إضراب عام في مستشفيات البقاع في حال عدم إطلاق سراح الشل. نحن منطالب الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية وكل رؤساء من رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء إلى الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية أن تعيد إلينا هذا الطبيب، وإلا حنضطر نحن كأطباء أنه فعلا نوقف عملنا بالمستشفيات وبالعيادات، وهذا الحكي فعلا حيكون له أثر سلبي على المواطن وعلى كل أبناء البقاع. هذا وقد ناشد المعتصمون رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأجهزة الأمنية كافة للعمل على إطلاق سراح الطبيب المخطوف. ضمن إطار الخدمات والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الكتيبة الإسبانية العاملة في قوات اليونيفيل، رعى قائد الكتيبة المقدم خوسيه ميغيل روميرو حفل تدشين مشروع إضاءة قرية العباسية الحدودية المحررة بمصابيح تعمل على الطاقة الشمسية في احتفال أقيم في باحة جامع البلدة. وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التي تخلد المشروع، ألقى مختار بلدة عين عرب طلال الداوود كلمة شكر فيها القوات الدولية ممثلة بالوحدة الإسبانية على هذا المشروع الحيوي المهم الذي يعزز الإنماء في البلدة ويشجع على عودة أبنائها إليها والاهتمام بالأراضي الزراعية. راعي الاحتفال المقدم روميرو اعتبر أن هذا المشروع هو جزء من برنامج دعم الكتيبة الإسبانية للسكان المحليين، آملا أن يساهم بتعزيز أواصر الصداقة. شب حريق هائل في الأعشاب اليابسة في خراج بلدة عيون الغزلان سرعان ما امتدت نيرانه إلى عدد من الأشجار المثمرة من زيتون ولوز وتين في منطقة الحزينات، وقضت على مساحة شاسعة منها. ويعمل أبناء البلدة وأصحاب البساتين على إخماد النيران في انتظار وصول الدفاع المدني.
بعد الإعلان تجربة مزلزلة لكوريا الشمالية. أهلا بكم من جديد. قتل القائد العام لجيش الفتح أبو هاجر الحمصي المكنى أبو عمر سراقب وقيادي آخر يدعى أبو مسلم الشامي في غارة جوية للتحالف الدولي استهدفت اجتماعا لقادة ميدانيين في جبهة فتح الشام جنوب غرب حلب. وأعلنت الجبهة على حسابها على تويتر مقتل القائد العام لجيش الفتح في غارة جوية، فيما أعلن جمعة أبو أحمد أحد القادة العسكريين في الجبهة الشامية أن غارات التحالف تسببت بمقتل القائدين العسكريين لجيش الفتح ولجبهة فتح الشام، وقال إن الاستهداف جاء بعد اجتماع بين الفصائل من أجل صد هجوم لقوات النظام السوري على أحياء في حلب. وسط إجراءات أمنية مشددة استأنف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف المفاوضات في جنيف بشأن التطورات في سوريا. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قال إن قرار الوزيرين جاء بعد محادثات في الأونة الأخيرة بشأن سوريا، وسيركزان على خفض العنف وتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمضي في سبيل إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب. كشفت وكالة الأناضول أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين بحثا في مكالمة هاتفية أمس سبل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى وقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمالية سوريا. ونقلت الأناضول عن مصادر في الرئاسة التركية أن إردوغان وبوتين اتفقا على تكثيف جهودهما في هذا الاتجاه. وأوضحت الوكالة أن أنقرة تأمل في إرساء هدنة في كبرى مدن شمال سوريا لمناسبة عيد الأضحى الذي يبدأ في تركيا الاثنين. دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف المشاورات بصورة فورية ومن دون شروط مسبقة، مشددا على ضرورة أن تكون المشاورات نابعة من رؤية الأمم المتحدة للصراع وأن لا يتخذ أي طرف من الأطراف قرارات أحادية. وأكد المجلس أن المشاورات ينبغي أن تكون بحسن نية مع المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد بغية التوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الأمنية والسياسية. كما دعا مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 10 نيسان/أبريل الماضي والذي يشمل وقفا تاما للأنشطة العسكرية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اليوم بنجاح تجربة نووية هي الخامسة لها، وذلك بعد ساعات من رصد أجهزة مراقبة الزلازل انفجارا قرب موقع التجارب النووية لبيونغيانغ. وقال التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية أجرى علماؤنا النوويون تفجيرا نوويا اختباريا على رأس حربي نووي طور حديثا في منشأة البلاد النووية الشمالية. وذكر التلفزيون أن بيونغيانغ أصبحت قادرة الآن على وضع رؤوس نووية على صواريخ باليستية، مضيفا أنه لم يحدث أي تسريب لمواد نووية في التجربة ولم يكن لها تأثير على البيئة. وكانت كوريا الجنوبية أعلنت فجر اليوم أن نظام الكوريا الشمالي أجرى تجربة نووية هي الخامسة والأقوى حتى اليوم مقارنة مع سابقاتها، حيث تسببت بهزة أرضية متوسطة القوة رصدتها الولايات المتحدة. ورأت رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هاي أن التجربة الجديدة تشكل تحديا واضحا لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي. مواقف سيول جاءت بعيد رصد زلزال بقوة 5.3 قرب موقع بيونغي ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية وفق المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي. كان في هذه النشرة الجميل يدعو من بكركي لإعادة تجميع فريق 14 من أذار. نحن الآن بأمس الحاجة إلى تجميع كل تلك القوى. وهاب للجديد الحريري أبلغ بري بقبوله عون رئيسا. رئيس بري مازح وكذا ما بتعملها، خلوا بدي أعملها يحثوا أكثر يعني. كمال الشيوعي يحضن تراب الجنوب.
كيري ولافروف يجتمعان على سوريا في جنيف. بمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد تي في، وتابعوا صفحتنا على فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.